علي وهيبي، نبارك لكم الانتصار، وصلكم للنقطة 21. أعتقد أن العين يستكمل سلسلة النتائج الإيجابية، وشاهدنا اليوم يلعب بأريحية كبيرة وثلاثية في ملعب الظفر. أعتقد فوز مهم اليوم. الحمد لله رب العالمين، فوز مهم نفس المتفضل، ثلاث نقاط بالنسبة لنا مهمة. أهم شيء إحنا مبارياتنا، ما نفكر في المباريات الثانية، تفوز تطلع بنتائج إيجابية، ثلاث نقاط أعتقد مهمة، مهمة بالنسبة لفريقنا الفترة الجاية. أعتقد أن كلمات سمو الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان أن أنتم كلاعبين المفروض ما تلعبون تحت الضغط، لأن فريق الظفرة مضغوط أكثر عنكم. شفت لاعيبة العين اليوم ما يلعبون بالضغط، بالعكس كانوا يلعبون بأريحية وتمريرات سهلة وفوز سهل اليوم. ما في شيء سهل، هذه كرة قدم، اللي يبغى يفوز لازم يجتهد، لازم يعمل، لازم يؤدي اللي عليه. طبقنا الأشياء اللي كان يبغيها المدرب، مؤازرة كبيرة سمو الشيخ عبد الله، مجلس الإدارة، الجمهور، أعتقد أنهم كانوا يستاهلون الثلاث نقاط اليوم. طيب كنت بسألك عن الجمهور لكن سبقتني، شكرا لكم ومبروكين. بعفو، الله يبارك فيك.